أنا من الناس اللي مشوا للصحراء وكان افتخر بهاد الشيء، وكان افتخر بهاد المسيرة الخضراء اللي شاركت فيها وأنا شاب عندي 22 عام، اليوم أنا عندي 70 عام. وكنتمنى باش الشباب كلهم تكون فيهم هاد الروح الوطنية. حنا نهار سيدنا الله يرحمه أمر باش نمشيو للمسيرة فرحنا ومشينا للمقاطعة تقيدنا، ومن المقاطعة مشينا لعين السباع، ومن عين السباع مشينا سدينا الطريق للصحراء غاديين فوق الكاميوات. شحال من كيلومتر ضربنا وحنا فوق كاميو، ما كناكلو فيه ونعسو فيه وكل شيء فيه، كل شيء فيه، حتى لحقنا لطرفايا. الوقت اللي لحقنا لطرفايا بركنا تما بعض الايام، حتى امر المرحوم له الحسن التالي بانطلاق المسيره. من اللي مشينا انطلقنا للمسيره خاصنا نضربوا واحد المسافه ديال نهرسوا الحدود على رجلينا، واحد شي كيلومترات ما عقلتش بالضبط شحال. حنا نزلنا في الليل مشينا دعنا في الصحراء في الليل، ما عرفناش، بقينا غاديين حتى التحقنا بدوك الكاميوات اللي حطونا وسبقونا. وكاين بعض الناس اللي يعني تلقاو شي خونة تما ضربوهم، يعني هذيك الساعة كاين بعض الناس اللي تلقاو الخونة تما ضربوهم. وبركنا تما في الكروشي تقريبا شي أسبوع ولا، حتى قاد المرحوم الأمور ديالو مع المستعمر، ومن ثم أمر باش المسيرة ترجع بأن أدات الواجب ديالها. وشي حاجة ما تعاودش وما شي حاجة، يعني كانت لومبيونس مزيانة، كان الضحك، كان اللعب، كانوا الناس يعني طموحين، كنا باغيين ندخلوا حتى العيون هذيك الوقت. كون ما حبسوش المسيرة، يعني المغاربة راه شي حاجة، شتي المغاربة راه بالنسبة للوطن ديالهم الجيل ديالنا حنا راه شي حاجة، راه ما كيتخلاوش. يعني كنا دوزنا شي حاجة، يعني كنا كنديروا سهرات، كنا كنديروا كنلعبوا الكرة، كنا يعني دايرين داك الشيء يعني عادي. إلى أمر محمد السادس حنا نمشيو لزبتهم ليلي، هيا حنا ندخلوا له. ومشيو لتندوف، راه أرض مغربية. هذيك تندوف كنعقل علينا أنا ماشي لها، راه كان سوق عام تما، هذيك راه أرض مغربية تندوف. راه ماشي، راه المغرب كانت الحدود ديالو حتى السنغال. هاد الجيل اللي طالع نتمنى ليه الخير ويكونوا وطنيين قح، يكونوا وطنيين على بلادهم. راه حيت ما كاينش بحال بلادك، راه فين ما مشيتي. واحد الخطاب كان قالو الحسن الثاني لليهود، قال لهم راه ما كتجينيش شي سما بحال سما المغرب، ما كتجينيش شي ارض بحال ارض المغرب، وما كيجيني الشيمة بحال ما المغرب. راه المغرب شي حاجة، وحنا المغاربة كنفتخروا بالوطنية ديالنا.